السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتي Learn the Fashion Design. هذه السلسلة بإذن الله نتطرق إلى كيفية رسم الأزياء، من رسم المانيكان بطريقة القياسات، وأيضا لاحقا بدون قياسات، أيضا إبراز نوعية الخامات عن طريق التضليل وغيرها من الأمور. في فيديو اليوم راح نعطيكم كيفية رسم المانيكان أو الشكل الهندسي للمانيكان أو عارضة الأزياء. طريقة جد سهلة، يعني حتى اللي ما تعرفش ترسم إن شاء الله راح تتعلم وتقدر ترسم العارضة بدون أي إطالة. يلا نبدأ. نبدأ على بركة الله. الأدوات اللي راح نحتاجها في هذا الفيديو هي أدوات جد بسيطة. أول شيء هي ورقة A4، ورقة وقلم رصاص أو بورت ميني. يعني أنا نفضل بورت ميني لأنه القلم تاعه رقيق جدا يساعدكم، وطبعا ممحات وأيضا مسطرة. أول شيء نبدأ به هو تقسيم الورقة إلى 9 خانات، بين كل خط وخط 3 سنتيمتر، أو عرض كل خانة هو 3 سنتيمتر. راح نبدأ 0 1 2 3 3 3 3. ما شاء الله يكون القلم واضح. راح نحاول الضغط عليه 3. نقسم الورقة من الجهتين، راح نربطه بين النقطتين. نعم واضح. قسمتها إلى 9 خانات، نروح نرقموها 1 2 3 4 5 6 7 8 9. الخطوة الأولى انتهينا منها. ثاني خطوة هي من الخط رقم 1 نهبطه ب1 سنتيمتر. نعود من الخط رقم 1 نهبطه ب1 سنتيمتر. دائما نديرو زوج نقاط باش يكون الخط المستقيم، يكون الخط نتاعنا مستقيم هكذا. هذا خط الكتف، نكتبو حذاه الكتف. بالنسبة للخط الثاني هو خط الصدر. الخط الثالث هو خط المرفق والخصر. الخط الرابع هو خط الحوض. الخط الخامس نتركه فارغ. الخط السادس هو خط الركبة. الخط السابع فارغ. الثامن هو الكوع على ما أظن، الكوع إن شاء الله يكون هكا اسمه. والخط التاسع هو خط الرجل. ثم نقسم الورقة على 2، يعني نورمالمون هذه هي الخطوة الأولى، هو قسمة الورقة على 2 على الطول. يعني الحق أنا نسيتها ولكن ماشي مشكل. ديرو هذاك عندي تقريبا هكا 20، عندي هنا 10. ثم نقسم هذه المساحة الأولى إلى نصفين. المساحة الأولى عندنا 3 سنتيم، معناها 1.5 و1.5. ثم من النقطة، نقطة المنتصف، من هذه النقطة هي نقطة المنتصف، نخرج ب1 من هنا و1 من هنا. 1 سنتيم 1 سنتيم. نخرج من نقطة المنتصف ب1 سنتيم من اليمين ومن اليسار. سهلة بسيطة عادية. الآن نرسم نصف دائرة. الرأس عبارة على شكل بيضاوي مشي دائري، وبهذا راح نرسم نصف دائرة من النقطة هذه للنقطة هذه. حاولوا ما تلحقوهاش طول لهنا، يعني مثلا تحبسوها لهنا، مشي هنا لحافة الورقة ونرسم نصف دائرة. حبسوها
حتى يعني اذا جاتكم معوجه من جهه ولا ما كانش مشكل يعني من بعد بالممارسه حنشبوها يعني نصف دائره عادي ما تصمها ني بمدور ني بمنقاله ني بمسطره الدوائر هذيك تصمها عاديه بيدكم. ثم نخرج من نقطه المنتصف في الخط رقم واحد من اليمين ومن اليسار ب 0.5 0.5 0.5 من هذه النقطة نصعد بحوالي 0.2 أو 0.3 نعم 0.3 هذه هنا 0.3 ونرسم خط من هذه النقطة إلى هذه النقطة. من هذه النقطة إلى هنا نرسم خط ومن هذه النقطة إلى هنا نرسم خط. يعني نحاول نقرب لكم باه تكون كل شيء واضح. هاك من بعد نوصلوا من هذه النقطة إلى هنا ومن هذه إلى هنا. نقدر نوصلوا فقط بالأيدي يعني مش شرط بالمسطرة ولا بالمسطرة كما أخرج من هنا ب 0.5 ومن هنا ب 0.5 نصل بالنقطة من هنا إلى هنا. هنا دوكا نرسمو الكتف من نقطة المنتصف نخرج بزوج سنتيمتر وزوج سنتيمتر 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر. شوفوا معايا جيدا الكتف عادة ما يكونش هكاك قد يكون مقوس. راح نخدمو قوس من هذه الناحية قوس. حاولوا يكونوا متناظرين على قدر الممكن ومن النقطة هذه تنزلوا حوالي يعني 0.1 تعودوا تطلع تقريبا شوي تعودوا تطلع نقرب لكم باه تشوفوا. شوفوا هاو الخط وهاني قد ما نزلت يعني 0.1 او حتى اقل منه يعني جس تمدوه تعطوه ليونه يعني الخط تاعكم يكون لين ما يكونش هكا مستقيم يعني تنزلوا عليه شوي وتعاودوا تطلعوا تقوسوه شوي فقط. نروحوا الان ليا الصدر نخرجوا بواحد سنتيمتر وواحد سنتيمتر عفوا واحد ونصف واحد ونصف. في الخط الثالث اللي هو خط المرفق والخصل نخرج بواحد سنتيم واحد سنتيم. في خط الحوض نخرج باثنان سنتيم اثنان سنتيم. راح توصلوا من نقطة الكتف الى نقطة الصدر الى نقطة الخصل الى نقطة الحوض في هذه الجهة وفي هذه الجهة. توصلوا بالمسطرة فقط هكذا ثم هنا عندنا في الصدر نديرو أقواس كذا. الخط الخامس راح نخليوه كيما هاك ان شاء الله يكون بان لكم. الخط السادس راح نعيد لانه ما باش كاميرا كنصور ولا لا. قلنا من نقطة المنتصف نخرج ب 0.5 ثم من نقطة 0.5 نديرو 1 سنتيم ونديرو أقواس كيف كيف في الجهة الأخرى. الخط رقم 7 راح نتركوه كما راهو. الخط رقم 8 اللي هو خط الكوع راح نخرجو ب 0.5 0.5 ثم من نقطة 0.5 نزيدو نديرو 0.5 أخرى هكا ونديرو أقواس. يعني عندنا هذه المساحة هي 0.5 وهذه المساحة هي 0.5. هنا عندنا هذه المساحة هي 0.5 وهذه المساحة هي 1 سنتيم. إن شاء الله يكون كلش مفهوم. وكا نروح هو عندنا في نقطة منتصف الحوض هنا بدون قياسات راح تعملوا تخلوا مساحة صغيرة وتعملوا خط هكا ومساحة صغيرة وتعملوا خط هكا لنبينوا الفراغ بين الرجلين. راح نوصلوا من هذه النقطة إذا إلى هذه النقطة
ثم إلى هذه، ومن هذه إلى هذه إلى هذه. شوفوا نديروا الجهة الأخرى وشوفوا معايا وطبقوا هكا، من هذه النقطة إلى هذه النقطة هكذا، من هذه النقطة هكذا، من هذه النقطة إلى هذه النقطة. نفس الشيء في الجهة الأخرى، هذه هي الخصر. يا أخي خرجنا بواحد سنتيم، من نقطة الواحد سنتيم يعني من نقطة الخصر نخرج بصفر فاصل خمسة، نديروها من الجهتين، صفر فاصل خمسة. عندنا من هذه النقطة نديرو حوالي صفر فاصل ثمانية، صفر فاصل ثمانية أو صفر فاصل سبعة. نعبك هنا شوية ممحي، خمسة ستة سبعة، نديرو صفر فاصل سبعة فقط، صفر فاصل سبعة. من نقطة الكتف نوصله لهذه النقطة هكذا، من هذه النقطة نوصله بخط مستقيم وموازي لهذا الخط، وين تقاطعنا مع هذا نحبسه، ماشي شرط الله ماشي شرط الله ماشي شرط الله لا، وين تقاطع يعني. شوفوا أنا هذه المساحة هكا راهي خطوط متوازية، ها حبس له. واحيانا يعني من بعد كي نعود نرسمو بدون قياسات تصل حتى له من هذه هنا. عفوا البنات ما كانش يصور وانا ما كنتش فايقه، راح نعاود لكم فقط هذه المرحله، واللي عنده اي استفسار يقدر يحطولي في الكومنتار، نعاودو في الفيديو القادمه ان شاء الله. عندنا نقطه بون بالنسبه للذراعين، من نقطه الخصر نخرجوا بصفر فاصل خمسة، ومن نقطة 0.5 نخرجوا ب 0.7، نوصلوا من نقطة الكتف إلى نقطة هذه هنا 0.7، ومن نقطة 0.5 نطلعوا بخط مستقيم بحيث يكون موازي لهذا الخط، الخط موازي. وهنا وين تقاطع؟ تقاطع يعني ساعة تقاطع هنا 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 هنا، انتم حسب الرسم نتاعكم، ومن بعد كي نعودوا نرسموا بدون قياسات راح يتقاطع لنا في أي منطقة، كل خطرة وين يتقاطع لنا. وعندنا من نقطة الحوض هنايا نخرجوا بصفر فاصل اثنان، ومن نقطة صفر فاصل اثنان نخرجوا بصفر فاصل اربعة، ونوصلوا من هنا لهن، ومن لهن لهن هكا. بالنسبة للطريقة الأخرى إن شاء الله تكون هذا البارتي مفهوم، إذا ما كانش مفهوم خلوا لي استفساراتكم في الكومنت هكا. ها كأنها زاوية شوي مستقيمة شوي منفرجة، وتوصلوا بين الخطوط باش تشوفوا المسافات، باش ما يجيكمش اليد كبيره جدا، تقريبا النصف تاع 3 سنتيم وتخدموا كيف كيف. هنا زاويه منفرجه وتوصلوا بينها. هذه تقدروا تقولوا الطريقه السهله البسيطه تاع اليد، وان شاء الله راح نديروا دروس كيفيه ترسم اليد وكل تفاصيل اخرى. بالنسبه للرجل نفس الشيء، ولكن عندنا هنا نهبطو مثلث هكذا تقريبا، ونوصلو بين النقاط هكا، نوصلو بين النقاط. ان شاء الله تكون الطريقة واضحة. هذه الطريقة هي طريقة جد سهلة بسيطة، اي وحدة اللي ما تعرفش ترسم تلقاها. مرة أخرى يعني نقول ونأكد، طريقتي هذه ماهيش طريقتي الوحيدة اللي كاينة في العالم، كاين بزاف طريقة، كل أستاذة ولا كل أستاذ كل واحد في هذا المجال عنده طريقته الخاصة كيفاش يرسم بها. هذه يعني جيس طريقة بعد يعني بعض درت شوية بحوثات وحتى راني تعلمت وكلش، لقيت هذه الطريقة هي البسيطة، ممكن تهزوا افكار من الطرق الاخرى ايضا. دوكا نروحوا لمرحلة ان الماكة رجعوها لينة، يعني رجعوها هكا ماشي خطوط مستقيمه كيما هكا. بالنسبه لي انا راح ناخذ لون باه يبان لكم. اول حاجه هنا في هذه هنا هذه الشوكه راحين تلون ديروا لها هكا، عفوا هنا ثاني اللي خرجت لها شوكه ما تخليهاش شوكه وتقوسها مره بس هكا
انا شوين الزيت في القلم يعني ما يبانش مليح مليح. هنا هنا عملناها قوسة، هنا هبطنا هكا. وش عندنا ثاني؟ هنا جهة الخصر، شوفوا كيفاش شوكة. ها ان شاء الله يبان لكم كيفاش خرجت، نقدم لكم باش شوفوا. شوفوا فون عفوا شوفوا كا شوفوا ها بك الخط الاساسي وها قدش خرجت، يعني حوالي 0.1 ولا حتى اقل. كيف كيف هنا هنا ها هو كلش نورمال. عندنا هنا نرسم هكا هكذا هذا ما عرفت نسيت. انا من نقطة الخصر والحوض شوفوا كيفاش مش حتكون مستقيمة هكا، يعني راحين نخرجوا، يعني راني ريسكي وندير بالسيلولير ما نقدرش نمحي اصلا. ها كيفاش تنفخوها شوية هذه المنطقة، تنفخوها وتعودوا ترجعوها لهذه النقطة، ما تخرجوش من النقاط الاساسية. كيف كيف هنا هكا هكا هنا تقدروا تدخلوا شويه، يعني بعدك ترسموا وتمحيوا يعطيهم واحد. انا كي ندير هذو الخطوط ما نديرش هذوما، نديرش هذا ندير هذا يجيني اسهل، ومن بعد ندير هكا من فوق سامر. بعدي بعدك نرسموا المانكا بدون قياسات راح تفهموا كيفها. عندنا هنا فان شويه اللب هكا. عندنا هنا هذه الجهه راح تكون منفخه كامل، هكا هذه هنا الجهه راح تكون منفخه من الفوق فقط. شوفوا كيفاش تنفخ من الفوق، ومن بعد هنا شوي تفوت للمنتصف وتدخل هكا. كيف كيف هنا تتنفخ من فوق ومن بعد تدخل، يعني شوفوا رجل الانسان كيفاش مخدومه. دوكا تفهموش انا نقصد كي نقول لكم نفخوا غير من فوق وهبطوا من تحت، الجهه الاخرى تنفخوها كامل هكا. هنا شوفوا كيفاش درناه مثلث، ثم تقوسوه قوسوه. وهنا انا نشتي نخرج هكا مثلث صغير جدا، مثلث صغير صغير، يعني شوفوا فوق تاع القلم ويبان يبان بلي كاين فرق. كيف كيف في الذراع نفخوها شوي برك هكا هكا، بعد هنا تخرجوا تعاودوا تدخلوا تخرجوا عاودوا تدخل، لكن شوي فقط انا هنا خرجت شوي بزاف، صلحوها في اليد الاخرى هكا هكا. ها هكا هنا ثاني باش ندير هكا ونديرو الذراع كيف اليد، هذا المثلث ترجعوه قوس، الصدر تحبسو هنا، انا هنا نديرو مش خطوط هكذا. هنا هذا الخط من بعد يتمحى، هنا نديرو تاع عظام الرقبة هذا مهما من خط هاك عندنا سرة ماشي يعني ماشي لازمة. دوكا البنات دوكا نمحي الخطوط الداخلية ونعاود نرجع لكم تشوفوا الباقي كيفاش تبان الصورة. شوفوا البنات هاني رجعت لكم، شوفوا
الشكل تاع المانيكان نتاعي، شوفوا واش باهي. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الدرس، جاكم ساهل بسيط، ان شاء الله تتمكنوا من الرسم. اذا كان عندكم اي استفسار، وكرر يعني اي استفسار ولو بسيط ولو تافه، ما تواجهوا حتى مشكل، خليوه لي في الكومنت. راح نخلي لكم الفيسبوك، الانستغرام، ايضا الايميل في الديسكريبشن بوكس. تقدروا تتواصلوا معايا، تقدروا تبعثوا لي رسوماتكم نشوفهم، يعني اذا حبيتوا تبعثوهم نشوفكم الاخطاء، او ديروا سبسكرايب للقناة، شاركوه مع أصدقائكم مهتمين بهذا المجال وأيضا غير مهتمين، فربما لديهم أصدقاء مهتمين. ضغطوا على جام إذا عجبكم. شكرا لكم، ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم.